ولمزيد من التحليل يلتحق بنا عبر خدمة سكايب الأستاذ لطفي غناوت، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة تولوز الفرنسية. أهلا وسهلا بك دكتور. مساء النور، شكرا على الاستضافة. أهلا. إذن بداية، كيف تقيمون موافقة الدول الغنية على مناقشة إمكانية تقديم تعويضات للدول الفقيرة المتضررة من التغيرات المناخية ضمن مسار المعركة العالمية في مكافحة الاحتباس الحراري؟ أكيد أنه اليوم أظن أنه هذه المساهمة تعتبرها الدول، هذه الدول الكبرى والدول الصناعية الكبرى تعتبرها كضريبة، هي في الحقيقة ليست ضريبة لإخلالها والانبعاثات اللي تتعرض لها الدول الإفريقية ودول جنوب آسيا والدول في طريق النمو. وبالتالي أظن أن هذا الموضوع كان مطروح منذ 2009 منذ 2009 وحتى تم طرحه في 2015 وحتى في في الكوب 26 في غلاسكو السنة الماضية. وبالتالي أظن أنه اليوم لازم تكون فيه إفريقيا تكون لها كلمة موحدة للضغط على هذه الدول الصناعية الكبرى، الدول الأوروبية الكبرى، لأنها هي المساهم الأكبر في هذه التغيرات المناخية وعدم التزامها اليوم حتى بالقرارات السابقة اللي وضعت أو سطرت هدف لو مانتيان دو لا تمبيراتور استاذ ضبط درجات الحرارة الأرض ل 1.5 درجات وعدم التزامها أيضا بوضع استراتيجية تنمية مستدامة اللي كانت مسطرة في أهداف في الأهداف 30 من الأهداف التنمية المستدامة. وبالتالي اليوم القمة الحالية هذه في مصر بدون شك هي القمة الأثقل من حيث التحديات الدولية المشتركة اللي واجهها العالم، واللي هي كانت من المفروض مخصصة لإيجاد آليات وميكانيزمات للتوافق حول تنفيذ الأهداف المسطرة في اللقاءات السابقة. طيب أستاذ لطفي، إذن في هل يمكن اعتبار خطوة الدول الغنية بداية لتحقيق العدالة المناخية أم أن مسائل كثيرة لا تزال عالقة لتحقيق هذا المبدأ، خاصة ما تعلق بتحمل المسؤولية التاريخية وتمكين البلدان النامية من استغلال مواردها الباطنية؟ نعم، اليوم هذا موضوع شائك جدا، خاصة نشوفوا انه خاصة جاء في وضع وفيه ارتفاع كبير في استعمال الطاقة وارتفاع كبير في الحاجة الى الطاقة، ويعني وشفنا حتى الدول الأوروبية في افريقيا استغلال الموارد في افريقيا في افريقيا الجنوبية في الدول الإفريقية في البرازيل مثلا ومقابل ذلك ليست فيه التزامات تجاه هذه الدول بدفع أو مساعدات أو تصدير للتكنولوجيا لدعم هذه الدول الإفريقية ودول الجنوب على مكافحة على التأقلم. نعم. لو تيرم لو بيان على التأقلم مع تحديات التغيرات المناخية، لأنه اليوم نعيش هذه التحديات أو نعيش بشكل كبير ومتسارع هذه التحديات المناخية. شفنا آخر الفيضانات في باكستان، شفنا مواجهات الجفاف حتى في أوروبا وارتفاع درجات الحرارة والحرائق، وكل هذا يكبح التنمية في الدول الإفريقية ويزيد من حد الأستاذ. نعم الأستاذ لطفي غناوت، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة تولوز الفرنسية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا.